السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بخلص آخر آخد بناخد آخر صوتين في الأصوات المتحركة الطويلة. فاكرين إحنا خدنا إيه المرة اللي فاتت؟ إي وأو و وأو. ودلوقتي بناخد آخر صوتين اللي هما ده جاي من أنهي صوت؟ من أ القصير، جاي من صوت الأ. فاكرين احنا قلنا ان هو ايه؟ فرونت. الصوت الطويل بتاعه فرونت برضه. ايه الرمز الصوتي للصوت حرف ايه عادي؟ حرف ايه عادي جنبه نقطتين فوق بعض. احنا اتفقنا ان النقطتين فوق بعض دي بتتكتب جنب الرمز عشان تخليه طويل. يبقى لما نشوف في الامتحان رمز فيه نقطتين فوق بعض يبقى دوت بيعبر عن صوت طويل. يبقى دوت صوته الصوت التاني اسمه ار 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 ار. ممكن تبقى ار كده. طب ايه هو الرمز بتاع الصوت دوت؟ تلاتة، عامل زي التلاتة كده وجنب النقطتين فوق بعض. عامل زي التلاتة وجنب النقطتين فوق بعض. يبقى ده صوته ايه؟ وده صوته او خلاص. هو ده شبيه بالويك شوا. ويك شوا كان صوتها عامل ازاي؟ كده. بنعمل بقنا كده، خلي بالك عشان ننطق الويك شوا، بنعمل شفايفنا كده بقنا كده، وبعدين نقول، وبعدين نطلع صوت من الحنجرة كده. ده الصوت الطويل بتاعه. خلاص. او ممكن نقولها فيها ار كده. على راحتك زي ما تحب. طيب نبدأ في الأول صوت، ناخد أمثلة ونشوف بيجي ازاي في الكلمة. يلا أول حاجة الكلمات اللي بيجي في النص حرف A R. الكلمات اللي بيجي في النص حرف A و A A R. يبقى خلاص الكلمات اللي بيجي في النص حرف A R يبقى صوت ال A R هيبقى احنا اتفقنا ان الاصوات المتحركه بتيجي من انهي حروف؟ المتحركه ولا الساكنه؟ الاصوات المتحركه بتاتي من الحروف المتحركه. طب لو كتبت لك الكلمه دي زي كلمه باط، شوف ما تلخبطش نفسك، ما تلخبطش نفسك، ما تلخبطش نفسك، ما تلخبطش نفسك. الرمز اللي احنا بناخده النهارده اسمه عامل ازاي؟ تاني ايه وجنبه نقطتين فوق بعض، وفوق كده بالصغير في حرف ار، وفوق كده بالصغير في حرف ار. شايفين؟ يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان الحرف المتحرك اللي هيدينا الصوت المتحرك بعضه حرف ار اهو فعلا. ايه رايكم في الكلام المظبوط دوت؟ حلو صح؟ يعني حرف ايه متحرك جنبه نقطتين فوق بعض صوته جنبه حرف ار بالصغير يدينا الصوت بس ما بننطقوش، نقول خدتوا بالكم؟ طيب يبقى في الكلمة ديت أنهي حرف اللي هيدينا الصوت المتحرك في الكلمة دي؟ أنهي حرف اللي هيدينا الصوت المتحرك؟ احنا اتفقنا إن الأصوات المتحركة بتصدر من حروف متحركة. فهيبقى إيه اللي هيدينا الصوت المتحرك؟ واضح إنه مفيش غيره، حرف الإيه هو الحرف المتحرك. طيب تلاحظوا هيدينا أنهي صوت؟ هيدينا أنهي صوت متحرك؟
هيدينا صوت طويل ولا قصير؟ ها نبص بعضه ايه. اول حاجه نشوف اللي بعد الحرف ده ايه، نشوف اللي بعده حرف ايه. اذا ده بعده حرف ار، نشوف الرمز اللي فيه حرف ار الصغير كده اللي هو اه، نكتبه اهو ايه عادي، افتكرها بالطريقه دي. حرف ايه نقطتين فوق بعض وفوق بالصغير ايه، حرف ايه ار اهو، اي كلمه في النص حرف ايه ار فعلا اهو، حرف ايه ار، الار فعلا هي عندنا وحرف الايه اهو فعلا، وفي نقطتين فوق بعض. حلوه القاعده دي. طيب ايه اللي بعد كده؟ الباقي سهل. حرف بي حرف ساكن صوته ب. طيب نقول الصوت ده بقى ازاي؟ آ آ با با. خلاص الار راح مع الايه، باقي حرف التي صوته ايه؟ ت ت ت. طب والرمز بتاعه ايه؟ ت ت ت. ايه الرمز الصوتي للت؟ هو نفس الحرف باط. طيب لو جالنا العكس بقى في الامتحان، لو جالنا خلي العكس ده في الاخر، يبقى كده اتفقنا ان كل الكلمات اللي في نصها حرف اي ار، كل الكلمات اللي في نصها حرف اي ار. في كلمات تانية في نصها حرف اي، وفي بعضها بتنتهي باس تي، بيبقى في نصها حرف اي وبتنتهي باس تي، زي كلمة ايه؟ باست، بتنتهي باس تي. زي كلمة كاست، بتنتهي باس تي. زي كلمة فاست، بتنتهي باس تي. اهي في نصها ايه؟ فين الحرف المتحرك؟ هيبقى ايه الحرف المتحرك هنا؟ ايه الحرف المتحرك هنا؟ ايه. لو شفت كلمات زي دي، تاني حرف حرف متحرك ايه مفيش غيره، وفي الاخر اس تي، في الاخر اس تي، في الاخر اس تي، يبقى صوت الايه هيبقى اه. طب لما نخلي صوت الايه اه، يبقى رمزها ايه؟ اللي احنا واخدينه ايه، نقطتين فوق بعض. طب هنا مفيش ار بقى، ما نكتبش الار. لو كان في بعض الاي ار يبقى نكتب الار في الصغير فوق، يبقى صوتها ايه بقى؟ ب ب آ ب ب با ست باست. كذلك كاست فاست. انا عايز اخلص بسرعه علشان ايه، نشوف الصوت الاخير الكلمات اللي فيها ايه حرف ايه. حاجه تانية، الكلمه اللي بتبدا ب اي ار او بتنتهي ب اي ار، كلمه مكونه من ثلاث حروف بتنتهي ب اي ار، كلمه مكونه من ثلاث حروف اخر حرفين اي ار. خلاص بقى احنا عرفنا ان الاي ار دوت بيدينا شبيه، بيبقى ايه الرمز بتاعه اللي هو ايه، نقطتين فوق بعض، ار صغيره فوق، اي ار اي ار. خلاص زي كلمة ايه؟ با. زي كلمة با. هناخد كلمتين اوكي؟ زي كلمة مثلا با. زي كلمة كا. كلمة با. كلمة كا. في الكلمة الأولى، الكلمة فين الحرف المتحرك هنا؟ حرف الإيه. يدينا صوت إيه يبقى؟ هو هيدينا صوت متحرك، هيدينا أنهي صوت بقى؟ شوف الحرف اللي بعديه، إذا ده حرف آر، يبقى ناخد الرمز اللي فيه إيه، آر صغيرة فوق. أه طب ده صوته إيه الرمز ده؟ صوته آه. خلاص؟ الرمز صوته آه، وكمان الرمز صوته اه. يبقى لما نعمل ترانسكريبشن للكلمه نعملها ازاي؟ طب الكلمه اللي تحتها كا، ايه ده؟ فين الحرف المتحرك اللي هيدينا صوت المتحرك اللي هو الايه؟ طب صوته ايه؟ نشوف الحرف اللي بعده، ده حرف ار، يبقى ناخد الرمز اللي فيه ايه؟ ار. يبقى دوت نشيل الاي ار ونحط الرمز ايه؟ اللي هو دوت الطويل ايه؟ نقطتين فوق بعض، الار الصغيره اللي فوق، وده برضه نفس الحكايه، ايه نقطتين فوق بعض، الار الصغيره اللي فوق. طب صوت البي ايه؟
ب ب ب ب. الرمز الصوتي له نفس الحرف ب. طب قول ايه بقى؟ قول ب آ ب آ با بار اللي هو المطعم اللي احنا عارفينه. طب كلمة كار أي واحد في حضانة أو في ابتدائي بياخدها. ك ك ك صوت السي هنا إيه؟ ك ك ولا س؟ ك يبقى بيشبيه بالحرف إيه في الإنجليزي؟ ك حرف الكي. يبقى الرمز الصوتي له إيه؟ كي. حلونا تاني واحدة اللي هي كلمة منتهية بـ AR. كذلك الكلمة اللي بتبتدي بـ AR، كلمة بتبدأ بـ AR. آم آم ما في إيه آر في الكلمة، في إيه آر في الكلمة، بناخد الرمز اللي فيه إيه آر صغيرة فوق. خدتوا بالكوا؟ كلمة لازم بتبدأ بإيه بس، بعديها إن، زي كلمة آنصر يعني يجاوب ويجيب على سؤال مثلا. طب فين الحرف المتحرك هنا في كلمة آنصر؟ الإيه يبقى هو اللي يدينا الصوت المتحرك، إدانا يعني صوت آه آه آنصر. خلاص يبقى حرف الايه دوت هيدينا صوت المتحرك الطبيعي اللي هو اه اللي هو الايه نقطتين فوق بعض. الصوت التاني اللي هو كل الكلمات اللي في نصها اي ار، كل الكلمات اللي في نصها اي ار. شوفوا يعني الكلمه فيها مثلا اربع حروف، فيها مثلا اربع حروف، كل الكلمات اللي في نصها ايه اي ار. ناخد امثله ماشي زي كلمه بيرد دور فلورت. ايه رايكم في الكلام دوت؟ فين الحرف المتحرك هنا؟ الاي. يبقى هو اللي هيدينا الصوت المتحرك. فين الحرف المتحرك هنا؟ اي. يبقى هو اللي هيدينا الصوت المتحرك. طب فين اللي هيدينا الصوت المتحرك هنا؟ الاي برضه. اه طب يدينا ده اي صوت؟ طب بعضه ايه؟ ار. بعضه ايه؟ بعضه ار. يبقى ناخد الرمز اللي فيه ار. طيب صوته ايه؟